السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نتجادل ونختلف كما جرت العادة في مبادرة مناظرة، ولا يفسد الاختلاف للود أي قضية داخل هذا الفضاء العربي الذي يتيح المجال للشباب للتعبير بكل حرية وديمقراطية عن آرائهم حول القضايا الجدلية. موضوع مناظرتنا اليوم يدور حول ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، الذي بات بالنسبة للبعض شماعة تعلق عليها الأخطاء وتمرر عبرها التجاوزات وتتذرع بها الأنظمة العربية لغلق قبضتها على شعوبها، بينما يرى آخرون أن داعش قد أهلك تلك الأنظمة وخلق حالة من الذعر في أوساط العديد منها، خاصة وهي تعيش على فوهة بركان الجبهة الاجتماعية بسبب غياب الديمقراطية وتأخرها في الذهاب نحو إصلاحات حقيقية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة كل من الدكتورة لينا الخطيب، باحثة في جامعة لندن تنصب اهتماماتها البحثية على العلاقات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط والجماعات الإسلامية وعمليات الانتقال السياسي. أهلا وسهلا دكتورة، وشكرا لكم لقبول الدعوة. كما أرحب أيضا بالدكتور علي علاني، أستاذ التاريخ المعاصر والباحث الأكاديمي الخبير في جماعات الإسلام السياسي والسلفية الجهادية. حياكم الله دكتور، وشكرا لكم أيضا لقبول الدعوة. كما أرحب أيضا بكل من كمال بوعافية من الجزائر وخولة عاطر من المغرب. خولة وكمال فازا في مسابقة مناظرة التي تنظم شهريا على صفحتنا الإلكترونية، هنيئا طبعا لهما ومرحبا بكما كمال وخولة، وكل الشكر طبعا لجميع الذين شاركوا في هذه المسابقة. قبل البدء أعزائي بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، أدعوكم للتصويت على الأطروحة، وأطروحة هذا العدد تقول: داعش أنقذت الأنظمة العربية. أعود وأكرر: داعش أنقذت الأنظمة العربية. للإجابة بنعم الرجاء الضغط على الزر رقم 1، وللإجابة بلا الرجاء الضغط على الزر رقم 2. أدعوكم الآن للبدء بالتصويت، تفضلوا. إذن في انتظار النتيجة نذكركم أنه بإمكانكم أنتم أيضاً المشاركة في نقاش اليوم عن طريق إرسال أسئلتكم وتعليقاتكم عبر حسابات تويتر وفيسبوك هاشتاغ DD18@مناظرة. إذن نحن في انتظار النتيجة. وبانتظار عما ستفسح عنه نتيجة أطروحة اليوم، والأطروحة تقول: داعش أنقذت الأنظمة العربية. طبعا هذا الرأي رأي مبدئي بانتظار طبعا انتهاء التصويت الآن. إذن داعش أنقذت الأنظمة العربية، لنرى ما هي النتيجة. إذن ظهرت النتيجة، والنتيجة تقول: 18% من الحضور يرى بأن تنظيم داعش أنقذ الأنظمة العربية، بينما يرى 82% من الحضور عكس ذلك. هل ستبقى هذه النتيجة على حالها في ختام مناظرتنا لهذا اليوم؟ هذا يتوقف على أدلة وحجج الفريقين. في البداية نستمع إلى وجهة النظر المؤيدة للأطروحة، والتي تلخصها الدكتورة لينا الخطيب في 99 ثانية. المنبر لك دكتورة لينا، تفضلي. كيفما نلتفت نجد أن الأنظمة العربية، وهنا أنا أقصد الأنظمة غير الديمقراطية التي لا تزال هي الطاغية في المنطقة للأسف، تستغل وجود تنظيم داعش لقمع الحركات الإصلاحية بحجة حماية الأمن الوطني.
والأنظمة أيضاً تقدم نفسها لشعوبها على أساس أنها الحامي الوحيد من الإرهاب، وأن أي تغيير سياسي داخلي من شأنه أن يقوض من مكانتها، وبالتالي أن يفتح الباب مشرعاً لتنظيم داعش للسيطرة على البلاد. ولذا نرى أن العديد من الأنظمة العربية تستخدم سردية إما أنا أو داعش، وعلى رأسها طبعاً النظام السوري. والأنظمة العربية أيضاً تستغل محاربة داعش لتعزيز مكانها في المجتمع الدولي، وهذا بدوره يترجم إلى غض النظر من قبل الدول والمنظمات الغربية عن الممارسات القمعية للأنظمة العربية على أساس أنها دول حليفة أمنية. فنعود مجدداً إلى معادلة الأمن أولى من الإصلاح والديمقراطية، ولكن كلما قل الإصلاح كلما اشتدت قوة تنظيم داعش، وبالتالي فإن الأنظمة العربية السلطوية وتنظيم داعش تستفيد من بعضها البعض. إذن شكرا لك دكتورة لينا. شكرا لك. الكلمة الآن لك دكتور علي العلاني أيضا للتوضيح، توضيح وجهة نظرك المعارضة للأطروحة في 99 ثانية أيضا. أعتقد أن داعش هي نتيجة، أولا نتيجة انتكاسة النهضة العربية، وثانيا هي منتوج محلي ممزوج بتأثيرات أجنبية. لماذا هي انتكاسة للنهضة العربية؟ هناك ثلاث انتكاسات أوصلتنا إلى داعش. الانتكاسة الأولى عندما فشلت الحركة الإصلاحية في نهاية القرن التاسع عشر، التي كان من روادها محمد عبده والطهطاوي، وفي مصر ومن تونس خير الدين باشا، ومن الجزائر الأمير عبد القادر، ومن المغرب علال الفاسي، ومن لبنان شكيب أرسلان. هذه الحركة الإصلاحية انتكست بظهور تيار ما يسمى بالإسلام السياسي في 1928 مع نشأة تيار الإخوان المسلمين، التي كانت في تعارض تام مع فكر الإصلاحي الذي يتميز بالاعتدال. الانتكاسة الثالثة جاءت بعد الربيع العربي مع ظهور داعش، ومن الصدف العجيبة أن تكون داعش ملازمة لهذه المرحلة. إذن داعش في الحقيقة أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة أنها خرجت من المخابرات الأمريكية، ولكن داعش هي منتوج محلي توسع إقليميا وتم توظيفه دوليا من طرف أمريكا ودول أخرى. إذن داعش خرجت من عقولنا العربية، داعش خرجت من أنظمتنا التي لم تحصن نفسها من التطرف، داعش خرجت من الاصطفاف الطائفي، داعش خرجت من النظام التربوي المهترع، داعش خرجت من نظامنا الإعلامي الخشبي، وداعش شكرا لك دكتور علي. انتهى الوقت. الدينية الغير مراقبة. كل الشكر لك دكتور علي، تفضل. إذا نبدأ الآن نقاش أطروحتنا لهذا اليوم. أبدأ معك دكتورة لينا بالحديث الآن عن نشأة وجذور تنظيم داعش. خلال تصريحات عديدة صرحتم بأن النظام السوري هو من خلق داعش، على ماذا اعتمدتم في ذلك؟ النظام السوري ساهم بخلق تنظيم داعش، هو ليس السبب الوحيد ولكنه ساهم بطريقة غير مباشرة. تنظيم داعش هو تنظيم هجين نتيجة الاجتماع بين ضباط البعثيين العراقيين و يعني أعضاء القاعدة المخضرمين الذين كانوا حاربوا في العراق وأفغانستان، ونظام الأسد ساهم ب يعني كيف ساهم دكتورة لينا؟ لأن أولاً بشار الأسد فتح أبواب السجون في أوائل عام 2011 عندما بدأت الثورة السورية، وأطلق سراح العديد من الجهاديين لأنه أراد أن يعرض سردية بأنه لا يقمع ثورة ولكنه يحارب. هل فتح السجون لخلق داعش؟ نعم، فتح سجون وأطلق أعضاء تنظيم القاعدة من السجون السورية، وهؤلاء الجهاديين يعني اجتمعوا مع الضباط البعثيين السابقين العراقيين وساهموا يعني من خلال الاجتماع مع تنظيم القاعدة في العراق
في يعني خلق تنظيم داعش كما نعرفه الآن، وأيضا النظام السوري كان يسمح لداعش بالتمدد في سوريا لأن يعني هذا كان مناسب بالنسبة لبشار الأسد. يعني هل يمكن القول أن داعش هي من صلب النظام السوري؟ لا، كلا، كما قلت هي مساهمة غير مباشرة، يعني من محدودة بشكل مباشر من خلال فتح باب السجون، ولكن في ذلك الوقت لم يكن يتصور بشار الأسد أن تنظيم داعش سيصبح المسخ الذي نراه اليوم. في تلك الأوقات كانت هذه حركة تكتيكية من قبل النظام. نعم، إذن شكرا لك دكتورة. نظام داعش مولته دول غير النظام السوري، معروف الدول الخليجية التي مولت داعش وسلحت داعش، إذن كيف للنظام الذي هو علماني أن يفرج عن هؤلاء، أي أن ينتج نقيضهم؟ الأدلة موجودة بالنسبة للإفراج عن الجهاديين، وأنا أعرف أن الآن هنا في تونس هناك أشخاص يعني لديهم. إذن هذا ما أردت قوله، أنت أردت أن تقارني مع تونس، في تونس الوضع يختلف. لا لا لا، الإفراج عن المتطرفين في تونس كان في إطار مشاكل وفوضى الثورة. لا لا لا، أنا كان هناك ضغوطات. دكتور، أنا أتكلم عن الإفراج عن الجهاديين في سوريا، وهناك جهاديون تونسيون كانوا يحاربون مع فكرتك واضحة دكتورة لينا، الفكرة واضحة دكتورة لينا. نعم. ولكن دكتورة علي، دعني أسألك سؤال أشرت إليه حضرتك أيضا في خلال تصريحات لك، أشرت بأنه داعش عبارة عن منتوج محلي، من أنتجه؟ يعني داعش هي منتوج محلي كما قلت، وتوسع إقليميا ووظيفة دوليا، منتوج محلي لأنه وليد نظام كان يقوم على الاصطفاف الطائفي، الذي كان يقوم على غياب الإصلاحات العميقة في المجال السياسي والاجتماعي، والذي كان يقوم أيضا على يعني رؤية دينية كلاسيكية لم تتطور مع الوقت. هل يمكن القول بأن الأنظمة العربية هي من خلقت هذا التنظيم؟ يعني هي نشأت من عجز الأنظمة العربية عن بناء نموذج المواطن العربي الذي يعني يتصالح مع هويته ومع عصره. إذن نجد نماذج متشددة متطرفة نتيجة لهذه البيئة، هذا هو المنتوج المحلي. هذا المنتوج المحلي تم استغلاله إقليميا، لأن داعش مولت من طرف العديد من الدول الإقليمية وصلحت، ثم وظف دوليا على أساس أن تلك الدول الكبرى كانت تحضر لورقة داعش لمشروع كبير، وهو مشروع الشرق الأوسط دكتور الجديد. كمال في جوهره كخلافة وليس كمملكة أو جمهورية وبشعاره دائمة وتتمدد، أليس تنظيم الدولة الإسلامية داعش يشد أو يهدد في حد ذاته الدول القومية التي شكلت الوطن العربي كما نشهده الآن؟ لا لا، داعش يعني استغلت من 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 طرف يعني الأنظمة، وساهمت الأنظمة أخرى في نشوء داعش، يعني كما تحدثت الدكتورة، يعني النظام السوري ساهم في شكل مباشر يعني في استغلال داعش يعني لصالحه دوليا وإقليميا، يعني وهذا ما نراه اليوم، يعني التصريحات الدولية والإقليمية ضد أنه مسار الثورة السورية يعني يدخل فيه نظام، أو مسار الحل السياسي يدخل فيه نظام بشار الأسد، هذا هو جوهر الطريقة التي استعملها يعني أو الحل الذي استعمله بشار الأسد من أجل يعني تقوية يعني سلطته والبقاء. نعم. يعني في السلطة. طيب الحالة السورية هي حالة خاصة. نعم. لماذا؟ لأن الكثير من الملاحظين الدوليين كانوا يتصورون أن نظام بشار سيسقط مثلما سقط نظام بن علي ومبارك والقذافي في أسرع وقت، وعندما لم تصدق هذه التنبؤات بدأت ما يسمى بالحرب الإعلامية. إذن هو علماني ويقوم بتمويل تلك التيارات المتطرفة دينيا، كيف ذلك؟ وبالتالي بدأنا ندخل في عملية كيل التهم، لأن المعارضة السورية حاولت أن تسقط النظام، لكن يعني لم يكن هذا السقوط قريبا كما كانت تتصور. نعم. فتلخبطت الأوراق وأصبحت بطبيعة الحال عملية العنف بين السلطة والمعارضة
تتقوى يوما بعد يوم. الفكرة واضحة دكتور علي خولة، أليست داعش برأيك صيغة مشابهة للأنظمة العربية ولكن بعباءة دينية؟ لا، بالنسبة إلي داعش صعدت على حسب فشل الأنظمة العربية. في الحقيقة أن تنظيم الدولة مثل تحدي للدولتين ينشطوا فيهما، عن العراق مثل العراق وسوريا. ففي العراق قامت بالإطاحة بالنظام المالكي وبزوغ وظهور حكومة جديدة، كما في النظام السوري قامت بتغيير المسار الانتقالي. نعم. طيب دكتورة لينا، أليس داعش هو في الأصل تعبير عن فشل الدولة العربية القطرية؟ كيف إذن خدم الأنظمة العربية؟ هناك فرق لا يجب أن نخلط بين الدولة القطرية وبين النظام. هناك فرق بين النظام والدولة. أنا لست ضد مفهوم الدولة، بالعكس هذا مفهوم جميل، ولكن الأنظمة هي تستغل الدولة وتبلعها، يعني فنصبح لا نفرق بين الاثنين. يجب أن ولكن جوهر الموضوع أنه ضد الدولة، فكيف يخدمها؟ يعني هي الأنظمة ضد الدولة. يعني إذا نفكر بالموضوع ماليا، فإن الأنظمة السلطوية هي بالفعل ضد مبدأ الدولة. مبدأ الدولة كمبدأ عقد اجتماعي بين المواطن والحاكم، مبدأ الديمقراطية، مبدأ المحاسبة والمساءلة والشفافية. الأنظمة عندما تبتلع مفهوم الدولة تنتفي كل هذه الأمور التي هي من مبادئ الحوكمة أو الحكم الرشيد. فداعش هو طبعاً نتيجة فشل الدولة في العالم العربي، ولكن ليس فشل مفهوم الدولة بشكل يعني نظري، ولكن هو بسبب ابتلاع الأنظمة السلطوية لمفهوم الدولة. نعم. طيب دكتور علي، ألا ترون بأن الأنظمة العربية تتذرع بداعش والحرب على الإرهاب من خلال إحكام قبضتها على شعوبها، جعلها تعيش تحت وطأة قوانين الطوارئ، لا معركة ولا صوت يعلو على صوت محاربة الإرهاب ومحاربة داعش، والتغاضي عن الحقوق الأصيلة التي مات من أجلها الآلاف؟ طبعاً الآن نشهد محاكمات إعدام بالجملة، مداهمات أمنية، اعتقالات والأمثلة عديدة. يعني أعتقد أن هذه الطروحة ربما تكون صالحة وصحيحة جزئياً وليس كلياً. لماذا؟ لأن هذه الأنظمة قبل داعش كانت هي يعني تتعامل أحياناً بطرق استبدادية وفي كثير من الأحيان، وبالتالي ليس أمراً جديداً بعد الربيع العربي أن تصبح، أو بعد ظهور داعش أن تصبح هذه، أو أن كل هذه الأنظمة أصبحت استبدادية. قبل داعش كان هناك قانون ضد الإرهاب سنة 2003 في تونس و2002 في مصر. إذن المعطى تغير أساساً مع داعش، بين الأنظمة وداعش، بعد تلك الثورات التي مثلت بمعناها أو أعطت إشارة سلبية بأن كل الأنظمة التي لا تتماشى مع دولة القانون والحداثة يمكن أن تواجه مصيراً صعباً. لكن مع الأسف الأنظمة التي حكمت بعد الربيع العربي هي التي غذت ظاهرة داعش. هي داعش كانت قبل الربيع العربي موجودة كفكرة وأصبحت تنظيماً، كانت كفكرة من خلال القاعدة، لأن الدواعش كلهم خرجوا من القاعدة، والدواعش كلهم خرجوا من فكر السيد قطب ومن الإسلام السياسي تدريجياً، ولكن بعد الربيع العربي كانت هناك الأجندات الأجنبية هي الطاغية. القوى الغربية كانت ترى في الورقة الداعشية وفي الورقة الدينية المتشددة الفكرة أحسن واضحة طريقة دكتور علي. لتنفيذ مخططاتها. كما يبدو أن لديك تعليق على الموضوع لأستمع بعد ذلك. بداية لنكون واقعيين، يعني في الحديث عن الأنظمة العربية، الأنظمة العربية لطالما كانت تكرس لمسألة الطائفية. يعني اليوم نظام بشار الأسد، يعني بالرجوع إلى تصريحات نظام بشار الأسد، يعني قالها علنا، يعني وتكلم علنا، يعني قال إما أنا أو أغرق المنطقة في الحروب الطائفية. يعني هو يعني عنده يعني استراتيجية معينة يوظفها من أجل خدمة بقائه. يعني هذا شيء، يعني هو الأنظمة العربية كلها تستفيد بنفس الطريقة التي يستفيد بها بشار اليوم. يعني نلاحظ أنه قبل الحراك الشعبي العربي اليوم، أو في بدايات الحراك الشعبي العربي، لاحظنا
أن 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 هناك تسريع وتيرة الإصلاحات يعني في الوطن العربي، ولما ومع ظهور داعش بالذات انخفضت هذه الوتيرة الإصلاحات الفكرة واضحة وردك واضح كمال. دكتورة لينا، كيف يمكن أن نقول بأن تنظيم داعش شكل منفذ نجاة للأنظمة الحاكمة في سوريا أو العراق؟ على سبيل المثال ثلث سوريا ونصف أراضي العراق محكومين من قبل داعش، فكيف خدم ذلك نظامي دمشق وبغداد؟ طبعاً هو خدمها من ناحية كما قلت في سوريا مثلاً يستغل نظام بشار الأسد داعش، لأن داعش يحارب المعارضة المعتدلة في سوريا، فهو يساهم في القضاء على المعارضة المعتدلة، فهنا يقوم بدور النظام، يعني النظام لا يضطر لمحاربة المعارضة المعتدلة، فنرى بأن هناك يعني استفادة مباشرة. ولكن في نفس الوقت بالرغم من تقلص مساحة نفوذ النظام السوري، فالنظام السوري والأنظمة السلطوية هذه من مصلحتها البقاء بغض النظر عن الرقعة الجغرافية. اكتملت الفكرة. إذن نمر الآن إلى فقرة مواجهة، حيث تطرح خولة أسئلتها في 3 دقائق على الدكتورة لينا الخطيب. تفضلي خولة بطرح الأسئلة في مدة لا تتجاوز 3 دقائق. السلام عليكم يا سيدتي الفاضلة. كلنا نعلم أن داعش ليست أول الجماعات الدينية المتشددة، فهناك جماعات إسلامية سبقتها كتلك التي قتلت السادات. فسؤال لك سيدتي، لماذا نجد داعش أكثر شراسة من الجماعات الإسلامية الأخرى؟ لأن داعش تعلم من الحركات الإسلامية الأخرى، فهو تنظيم هجين تعلم من أخطاء وأيضاً من الأشياء التي نجحت فيها الحركات الأخرى. يعني أنا نحن والعلم أن داعش لها نفس جذور الجماعات الإسلامية التي سبقتها، لكن ليست لها نفس الأهداف الاستراتيجية والعسكرية. هل تظنين أن داعش استفادت من تعويض وبعض الدول الإقليمية لخدمة مصالحهم ومصالحها أيضاً؟ داعش استفاد من دعم خارجي من أطراف مختلفة، ولكن أهداف داعش تختلف عن أهداف القاعدة. يعني جوهرياً أيديولوجياً هناك يعني تشابه، ولكن داعش هو خطوة يعني زائدة، لأنه يمثل تصور ملموس لمفهوم الدولة الإسلامية، فهناك رقعة جغرافية يسيطر عليها. نعم. سؤال الثاني، لماذا أصبحنا نلاحظ أكثر الشباب كثرة شباب يلتحقون بداعش، وخصوصاً شباب العالم العربي أو شباب الثورة أو الربيع العربي؟ في ماذا، كيف تفسرين؟ للأسف هناك عملية يعني إقصاء اجتماعي للشباب في العالم العربي التي تدفعه من خلال اليأس إلى الانضمام إلى هذه الحركات التي لديها تحفيز اقتصادي وأيضا سلطوي. لماذا لم ينضموا إلى القاعدة من قبل؟ لماذا انضموا إلى داعش وليس إلى القاعدة؟ كما قلت، لأن داعش يمثل نموذجا ملموسا على عكس القاعدة. عندما تتكلم القاعدة عن إمارة إسلامية فهي إمارة ممكن أن نتخيلها، ولكن مع داعش هناك مكان موجود مقصود مع أموال تقدم وتحفيز كما اقتصاد. يمكن أن نقول أن ببساطة أن الأسلوب الداعشي يختلف عن الأسلوب القاعدي، فهناك مثلا بعض الإغراءات المادية كتوفير شقة، توفير رواتب والزوجات الأربعة، كما أن داعش تتوفر على مواقع واستراتيجيات وموارد قادة لم تكن تتوفر عليها القاعدة. فيما يخص سؤال الثالث، لماذا أصبحنا نلاحظ العديد من الشخصيات والعديد من الشخصيات والنجوم تلتحق بداعش؟ يعني داعش يوفر للمهمشين اجتماعيا فرصة لأن يصبحوا بليلة وضحاها ناس ذوي سلطة، فهذا أمر مغر جدا بالنسبة للناس. لكن هذو كانوا نجوم قبل. إذن كل الشكر لك خولة. إذن نتابع نقاشنا في أطروحة هذا العدد.
دكتور علي، يعني حتى ولو أن كما أشرت بشار الأسد أو النظام السوري هو بريء من نشأة داعش، ولكن ألم ترى بأن لديه فائدة من استمرار هذا النظام ولو بحد أدنى، خاصة ما بعد انهيار المعارضة المسلحة ووضع المجتمع الدولي لربما أمام واقع إما أنا أو داعش، وهذا ما يتقاطع مع وجهة النظر الروسية، وهذا ما عبرت عنه روسيا خلال اجتماعها الأخير في الجمعية العامة في الأمم المتحدة في نيويورك؟ يعني أعتقد أولاً لو كان للبشار مصلحة في تقوية داعش، ما هي مصلحته وهو يحكم في 25% من المساحة؟ ثانياً أعتقد أن كانت هناك منذ حوالي سنة مساحة تقارب بين المعارضة والسلطة ضيعتها المعارضة لمزايدات كثيرة، لأنها كانت واثقة أو شبه واثقة من أنها ستكسب يعني الجولة قبل أن يتدخل العامل الروسي الأخير، وبالتالي أعتقد أن الخطأ كان من الطرفين. السلطة فوجئت كما قلت مثل ما فوجئت أنظمة أخرى بعد الربيع العربي بهذه الهجمة، وأيضا بالمخططات الخارجية التي كانت تسعى إلى إعادة تقسيم خارطة الشرق الأوسط الجديد، وبالتالي لم يعد العقل أو لم يعد للعقل مكان في التعامل. لا المعارضة كانت تعذر الحكومة، هناك جنيف أول واثنين وهناك لقاءات كثيرة وهناك مزايدات من كل الأطراف، ولم يقع الوصول إلى دكتور مساحة. دكتور علي، هذا ما يخص سوريا، ماذا عن العراق على سبيل المثال؟ العراق يعني داعش في العراق هي التي يظهر فيها أكثر فأكثر المخططات الدولية في التقسيم، حتى أن الجنرال الأمريكي الذي تقاعد مؤخرا قال بأن الحل الوحيد لمشكل العراق هو تقسيمه إلى أقاليم، وكان نفس تقريبا السيناريو مهيئ لسوريا، وكان هناك سيناريو مشابه مهيئ لليبيا. واضح دكتور علي، ما رأيك دكتورة لينا؟ داعش ليس نتيجة أي مؤامرة خارجية، نعم هي استراتيجية الغرب أو بالأحرى استعملت الوضع الخارجي، هي نتاج أيضا الخارجي. داعش يستغل عدم وجود استراتيجية لدى الغرب أو حتى الدول الإقليمية في العالم العربي لإيجاد حل للمسألة السورية. كلما أطالت ليس الأزمة السورية، الغرب له استراتيجية كلما أطالت في الأزمة السورية في معركة كلما داعش استفاد استراتيجية داعش واضحة. طيب دعنا نستمع إلى هذه الاستراتيجية. يعني الغرب كان له استراتيجية واضحة، كانت عملية إزالة مخطط سايكس بيكو أو حدود سايكس بيكو، هذه كانت بارزة وقد ظهرت حتى في دراسات قديمة. وبطبيعة الحال كان المخطط ما هو؟ كان المخطط أنه بعد صعود الأنظمة الإسلامية في الربيع العربي سيفتح الباب أمام التغيرات الإقليمية وأمام الخريطة الجديدة، ولكن بعد سقوط مرسي وبعد تعثر الوضع في اليمن وبعد أن أخذ العراقيون بزمام المبادرة وبدأوا يقاتلون داعش رغم قلة العتاد، آنذاك بدأت هذه الاستراتيجية تتغير. وأخيرا نستمع منذ يومين إلى أن الوزيرين كيري ولافروف يقولان أنهما متفقان على الحفاظ على سلامة التراب السوري، أي أن هذا التأكيد هو لطمأنة من كان يتخوف من تقسيم المنطقة طيب العربية. فكرتك واضحة دكتور علي، أستمع إلى وجهة نظرك كمال، ودعني أربط أيضاً الموضوع بالأضرار التي خلفتها أو خلفها تنظيم داعش على هذه الأنظمة العربية. يعني على سبيل المثال هناك كساد اقتصادي سببه داعش، خفض معدلات النمو، الهجرة، هجرة المستثمرين، ارتفاع معدلات البطالة. في المقابل كيف يمكن القول أن داعش خدم الأنظمة العربية رغم كل هذا الضرر؟ يعني داعش خدم الأنظمة العربية بطريقة غير مباشرة، يعني الأنظمة العربية استغلت داعش. يعني كيف كمان؟ يعني لما نرجع لبدايات الحراك الربيع العربي أو الحراك الشعبي العربي، نرى أن الأنظمة العربية كلها سارعت في وتيرة الإصلاحات، ولما ومع ظهور داعش كل الأنظمة العربية أصبحت تطرح يعني خيارين، يا إما الدكتاتورية أو العيش يعني تحت ظل داعش. يعني هذا على سبيل المثال كمال، يعني نحن الآن متواجدون في تونس التي ضربها داعش في صميم اقتصادها، وأنا أقصد السياحة بشكل محدد في رمضان الفائت. كيف إذن خدم داعش النظام التونسي؟ أكيد
خدم النظام التونسي داعش، يعني خدم النظام التونسي. كيف خدم النظام التونسي؟ خدم النظام التونسي في حيث انه يعني في فرض حالة الطوارئ، ومن اجل يعني تقييد حرية الشعب التونسي وخلق يعني او تغيير في 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 المطالب يعني الاجتماعيه يعني السياسيه الى مطالب امنيه. يعني اصبح الشعب التونسي اليوم يريد الامن، يعني بدل المطالب السياسيه، يعني خفض الاصوات التي او نبره الاصوات التي كانت تدعو الى يعني ايجاد ديمقراطيه، ايجاد تحول ديمقراطي حقيقي. يعني بالنسبه لهذا نعم خوله المطلع. ما رايك في الموضوع؟ انا رايي ان داعش، اولا ناخذ المثال السوري، داعش قامت بتقتيل العديد من الأبرياء، وذلك لإعطاء العبرة لمن يهمهم الأمر ودفعهم إلى التحرك واتخاذ موقف جدي. فداعش ليس في مصلحتها وجود هذه الأنظمة، لأنها تقوم بتحالفات للقضاء عليها. فداعش تسعى إلى تبديل أو استبدال الدولة قطرية بدولة خلافة، مما يجعل الكثير من الجهاديين يلتحقون بهذا التنظيم والقتال جنبا إلى جنب ضد أنظمتهم. كما أن داعش أصبحت مبرر لتدخل الأنظمة الدولية في تدخل الدول العظمى في الأنظمة العربية. نعم، إذا دكتور علي، إذا في المقابل كيف تمكن داعش من السيطرة على منابع النفط في العراق؟ ألم يكن هنالك برأيك دعما استخباراتيا داخليا؟ يعني بالنسبة إلى داعش في 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 سوريا، نحن نعرف أنه منذ الأشهر الأولى. أنا أتكلم عن العراق الآن. نعم، أنا أتكلم عن العراق الآن على سبيل المثال. عن العراق. نعم، حتى لا نحصر الموضوع في سوريا العراق فقط. موضوع العراق في دواعش العراق هو قصة أخرى، هو مشكل الاصطفاف الطائفي، هو نعم. أن المالكي سؤالي لم يتعامل بجدية مع مطالب السنة في الأنبار وفي الفلوجة وفي غيرها. لكن نعم. لا ننسى أن يعني في ولكن حديثنا سؤالي بشكل محدد دكتور علي، يعني على سبيل المثال سيطرة داعش على منابع النفط بالعراق، ألا تؤكد أن هنالك تعاونا استخباراتيا داخليا؟ يعني داعش في العراق هي نتاج عوامل عديدة، هي نتاج فشل تجربة الصحوات التي كانت في وقت من الأوقات. ولكن لم تجبني عن سؤالي أيضا. نعم، هل يوجد هنالك دعم استخباراتي داخلي أم لا؟ بالنسبة لدواعش العراق؟ نعم. أي طبعا، الدعم الاستخباراتي كان على أوجه بعد أن انطلق هذا التنظيم. البدايات الأولى هي نتاج محلي، هي ضعف الحوكمة، هي الخطاب الديني المتشدد، ولكن الاستخبارات دخلت على الخط. يكفي أن نقول أنه في السبعة أشهر الأولى وجه 10,000 مقاتل لجبهة النصرة، معظمهم خرج من العراق، وكانت المسافات بين العراق يعني المناطق الحدودية بين العراق وسوريا كانت كفيلة بمعنى نشأة بين ظفرين ما يسمى بدولة داعش وحصولها على الموارد وغير ذلك. فبالتالي لا يمكن أن نقول أن العمل الاستخباراتي كان ضعيفا أو كان هو في قلب المعركة، لأن هذا العمل الاستخباراتي كانت له غاية في الأخير أن يصل إلى نظام جديد يعوض الأسد مثل ما عوضه في مصر وفي تونس وفي اليمن. يعني أنت تؤكد على فكرة أنه خدم الأنظمة العربية؟ نعم، أنت تؤكد على أن فكرة داعش خدمت الأنظمة العربية؟ لا، يعني أنا أقول لم تخدم الأنظمة العربية، هي خدمتها ربما جزئيا، لكن لم تخدمها في المطلق، يعني في الأغلبية لم تخدمها. لماذا؟ لأن هذه الأنظمة كانت يمكن أن تقوم بتعصير نظامها بإدخال إصلاحات سياسية عميقة، ونتيجة الحراك الكبير، أنا أسميه حراك ولا أسميه ربيع عربي، الحراك الكبير الذي حدث في المنطقة العربية كانت نتائجه غير واضحة. لماذا؟ لأن تلك الثورات بين الظفرين دخلت مشروع التغيير بدون رؤية مجتمعية وثقافية. نحن لم نعرف السلفيون أي نبط مجتمعي يريد، هؤلاء الدواعش خرجوا من رحم هذه التيارات الجهادية. نعم. وبالتالي لم يكن هناك اتفاق على النمط المجتمعي، ولهذا فشلت كل تجارب نعم. الربيع العربي. فكرة واضحة نتيجة دكتور علي في هذه الجزئية، رغم الخطاب السياسي الجيد نعم. لبعضها، لكن الفكرة باتت واضحة في هذه الجزئية. نمر الآن أعزائي إلى فقرة المواجهة، هذه المرة ما بين كمال
والدكتور علي العلاني ليطرح أسئلته في 3 دقائق. تفضل كمال. السلام عليكم أستاذي الفاضل، يعني ما هو تفسيرك لتغير موقف مبعوث الأمم ديمستورا حينما صرح أن الأسد هو جزء من حل الأزمة السورية؟ ألا تعتبر أن بشار الأسد نجح في إدارة الأزمة لصالحه والاستفادة من داعش ككيان يهدد الأمن والسلم العالميين؟ أعتقد أن قضية الأسد هو جزء من الحل أو جزء من المشكل، هذا تجاوزه الزمن. الآن كل القوى الإقليمية والدولية تؤمن بأن الأسد سيكون جزءا من الحل، ربما لمرحلة انتقالية معينة. يعني لكن التصريحات الأولى يعني لباراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يقول يعني التصريحات بداية الحراك الشعبي في سوريا، يقول يتكلم بصورة واضحة على أنه يجب إسقاط نظام بشار الأسد. يعني والآن بعد ظهور داعش وقيادته لتحالف، يعني أوباما قيادته لتحالف دولي يتكلم على أنه دولي ضد داعش، يتكلم على أنه يجب الآن إرجاع يعني خيار أنه داعش أو نظام الأسد سيصبح جزءا من الحل. يعني هل داعش يعني خدمت النظام السوري؟ هذا هو سؤال جوهر. نعم فهمتك. التجربة كانت مرة، الأمريكان والغرب كانوا يتصورون أن المعارضة الليبرالية والمعتدلة ستكسب الجولة. النتيجة هو أن التيارات المتشددة دينياً مثل داعش والقاعدة وبقية الفصائل هي التي أصبحت غالبة، وبالتالي كل الدول أصبحت تخاف من هذا الخيار. بتاريخ 13 جوان 2014 وفي إطار الحديث عن نشأة داعش، تكلمتم في أحد الجرائد التونسية على أن ظاهرة الإرهاب تم صنعها في المخابرات الأجنبية. يعني أنت تعتقد أن هذه التنظيمات نشأت في مخابرات أجنبية، في حين تكلمت في نفس الجريدة في نفس اليوم وفي نفس المقال على أنه المالكي يدفع ضريبة سياسات الخاطئة اتجاه السنة. يعني ما هذا التناقض يعني في التصريحات؟ يعني داعش صناعة أمريكية أو صناعة غربية، ومن هنا أنه داعش نتاج سياسات خاطئة للمالكي؟ لا، ربما لم تفهمني، أنا لم أقل داعش صناعة أمريكية فقط. داعش هي المقال. هي صناعة المقال في جريدة محلية الجمهورية. هي صناعة هي منتوج محلي توسع إقليميا وتم توظيفه دوليا. سيدي المقال ظاهرة الإرهاب صنعت في المخابرات. يعني المسألة هي مسألة قراءات. المخابرات هي التي وظفت ورقة داعش، لماذا لم توظف المخابرات ورقة القاعدة؟ بل أن القاعدة أصبحت يعني موجهة إليها الضربات أكثر من غيرها، وهناك تصفيات لرموز القاعدة، لأن داعش تختلف عن القاعدة. داعش لها أرض، لها موارد، لها جنود، وبالتالي تستطيع أن تفرض واقعا جديدا في المنطقة. شكرا سيدي، وصلت الفكرة. وبالتالي وصلت هؤلاء يعني داعش هي يعني نتاج تراكمات يعني لسياسات خاطئة تبنتها الأنظمة الدكتاتورية وراء يعني، بل وتعمدت يعني في بعض الأحيان ذلك، في كثير من الأحيان هذه السياسة من أجل خلق الطائفية، يعني الطائفية من أجل تفرقة الشعب. نعم. الشعب. إذا انتهى الوقت، وكل الشكر لك. شكرا كمان. إذن نواصل معك دكتورة لينا الآن بالحديث عن موضوع هام جدا فيما يتعلق بسبب ثبات نظام بشار الأسد على ساحة المعركة. ألا ترين بأن الدعم الإيراني لهذا النظام، ألا ترين بأن نزول حزب الله إلى ساحة المعركة في سوريا أيضا دعمت هذا النظام أكثر بكثير ممكن أو مما يمكن اعتباره استثمار سياسي في تنظيم داعش؟ يعني طبعاً نظام بشار الأسد لم يكن سيقف بدون الدعم الإيراني والروسي، ولكن في نفس الوقت يعني هناك كان من الممكن أن يستغني عن داعش كاستثمار سياسي. هو سوف يستغني عن داعش من ناحية أن النظام السوري الآن استراتيجيته هو المحافظة على رقعة محددة من الأرض السورية في الساحل ودمشق فقط، والتضحية بباقي
الأراضي السورية وإعطائها لداعش لتنظيم النصرة إلى أي مكان، لأن النظام همه الوحيد هو البقاء وليس المحافظة على سوريا كما كنا نعرفها. ما رأيك دكتور؟ إذا كنا نقول بأن داعش يلقى الدعم الإيراني، صحيح يعني وجد دعما إيرانيا ودعما من حزب الله، ولكن نفس هو تعامل بنفس الأسلوب الذي تعاملت به المعارضة. المعارضة كانت مسنودة بالكثير من الدول وبالكثير من الجماعات، وبالتالي عندما نلوم الأسد كيف استعان بإيران يجب أن نقول أن المعارضات الأخرى لم تكن لتتحرك لولا السلاح والمال، وبالتالي هذه ليست حجة في إدانة في حد ذاتها. ولكن المعارضة السورية لعدة أشهر كانت معارضة سلمية ولم تكن تتسلم أي أموال من الخارج، هي كانت معارضة سلمية، ولكن نظام الأسد استعان بإيران منذ أول يوم، وإيران أوعزت له بأن يقمع شعبه كما فعلت إيران بالموجة الخضراء التي كانت عام 2009. أيضا اللافت دكتور علي بأنه داعش أيضا لم يبلغ حجمه الحالي إلا بعد أحداث سوريا، لما تعامل مع هذا الغرب باتفاق نووي هام. وبالتالي أنا أرى أن هذا الدعم الذي وجده الأسد من إيران ومن حزب الله يوازي الدعم الذي كانت تبحث عنه المعارضة، فلو ترك الاثنان يعملان دون تدخلات خارجية ربما كان قد وصل إلى نتيجة إيجابية. وعندما تدولت القضية وأصبحت دولية لا يمكن طيب أن تقول لهذا تحالف. نخرج قليلا من الحديث عن سوريا والعراق إلى ليبيا دكتور علي. ولكن في السياسة الخارجية والدبلوماسية ليس هناك أبيض وأسود. الملف النووي بالنسبة للغرب هو مختلف عن الملف السوري. طيب. تم غض النظر عن سوريا لأن للغرب المسألة النووية كانت أهم. طيب. بصراحة. واضح دكتور علينا. الملف النووي هو جزء من قضية الشرق الأوسط الجديد. نعم. ودخل في الأجندة الغربية. نعم. وله تداعيات. طيب. مستقبلية سنراها. دكتور علي دكتور علينا دعنا نخرج قليلا من العراق وسوريا لنذهب إلى ليبيا على سبيل المثال. ألم يكن التدخل المصري في ليبيا لضرب مواقع داعش مطلع هذا العام هو تعزيز لحكومة طبرق التي كانت تعتبر جزءا من بقايا نظام القذافي المعارض للثورة على حساب حكومة طرابلس؟ يعني أعتقد بالنسبة إلى وضع ليبيا هو وضع أكثر تعقيداً، والمعارضات موجودة من الاثنين، ولكن داعش في كل مكان، كيف يمكن للوضع أن يختلف؟ داعش في كل مكان، ولكن بالنسبة لليبيا الطريق الوحيد هو أن يتوافق الطرفان. ولكن دعني أقول أن الذين كانوا يعني يحظون بدعم بعض الدول الخليجية التي دعمت داعش، هؤلاء هم الذين دفعوا يعني الوضع في ليبيا إلى وضعية لا تطاق. السلاح الذي يدخل تقريبا كل أسبوع، وترسانة القذافي التي وزعت على مئات الميليشيات كانت سببها بعض التنظيمات التي مولت داعش. وبالتالي في انتخابات 2014 عندما ربحت التيارات الليبرالية والديمقراطية، من الذي اعترض وقسم البلاد؟ هي التيارات التي كانت تنتمي إلى فجر ليبيا والتي كانت تدعم من طرف بعض دول خليجية مورطه في تنظيم في دعم داعش. وبالتالي نقول ان موضوع ليبيا الان بدا يجد طريقه الى الحل رغم الجراحات الكبيره. هناك جلوس على مائده التفاوض، هناك امكانيه وصول الى حكومه وحده وطنيه. نعم. لا يمكن الا ان نؤيدها، ولكن اعتقد ان مشكل ليبيا الاول والاخير هو عندما تم تدويل القضيه. لاحظي الدول التي لم تدول كانت الكوارث فيها أقل. نعم. في تونس لم نشهد يعني أوضاعا كارثية مثل ما شهدته. نعم. ليبيا. الفكرة واضحة دكتور علي. التدخل. نعم. الأجنبي هو الذي زاد. وصلت الفكرة دكتور. دكتورة لينا، هل يمكن النظر الآن إلى داعش بأنها كالبشعة السوداء بالنسبة للربيع العربي؟ من ناحية نعم ومن ناحية لا. أنا أريد فقط أن أرد باقتضاب، لا يجب الخلط بين تنظيم داعش والحركات الإسلامية الجهادية الأخرى الموجودة في المنطقة. ففي سوريا
مثلا تنظيم داعش وتنظيم جبهة النصرة يقاتلان بعضهما البعض، وتنظيم النصرة هو القاعدة، فداعش يشكل داعش داعش يشكل خطرا على تنظيم القاعدة، فداعش هو يعني خطر وجودي بالنسبة لتنظيم القاعدة. فعندما تقول الدول الخليجية تمول هذه الحركات، بعض الدول هناك فرق بين دعم الدول ودعم الأشخاص في الخليج العربي. هناك العديد من الأشخاص يمولون التنظيمات المتعددة، ولكن هذا التمويل يتم لمصالح شخصية سياسية لدى هؤلاء الأفراد. ولهذا نرى بأن المنطقة فيها حركات مختلفة تتصارع مع بعضها البعض، فالوضع ليس نتيجة مؤامرة يعني بسيطة. هناك أجهزة في الخليج تمول داعش والحركات الأخرى بنفس الطريقة وهي كلها مع بعضها. لا، بالنسبة لداعش كالبجعة السوداء يا سيدتي، مشكل الليبيين قالوه إلى أن بح صوتهم. الليبيون يقولون دعموا الدولة الحكومة الشرعية بالسلاح، ستخرج داعش في خلال 24 ساعة. لكن هناك ترتيبات أخرى. دعنا نستمع قليلا لصوت خولة في الموضوع. ستكون جيدة. خولة، كيف تعلقين؟ برأيي أنا أؤيد رأي أستاذ علي. برأيي أن داعش يعني لم تفقد الأنظمة العربية، فهي ساعدت على فشل هذه الأنظمة. يعني لدينا الأنظمة القمعية والسلطوية، لدينا الصراعات الداخلية المبنية على أسس طائفية، ولدينا القمع الحريات وقمع الشعوب. يعني مما يجعل شريحة مهمة تقوم بالالتحاق بهذه التنظيم. شكرا لك خولة. دكتور علية، هل يمكن القول بأن داعش خلق لطي صفحة الربيع العربي؟ يعني داعش هي جاءت مع الربيع العربي. لو لم يكن الربيع العربي ربما كانت نسخة أخرى من داعش، لأن داعش كانت قبل الربيع العربي فكرة وأصبحت تنظيما. الربيع العربي في رأيي فشل في كل الدول بنسب متفاوتة. ربما في تونس كان الفشل أقل، والدليل على ذلك أنه اليوم لا يوجد أي حزب إسلامي صعد إلى السلطة بعد الربيع العربي وبقي في السلطة. ولا يمكن أن نقول أن المسألة هي مسألة انقلابات فقط. المسألة هي أن هذه الأحزاب التي تسمي نفسها تيار الإسلامي معتدل لم تكن تملك برنامجاً، بل كان الكثير منها يتعامل مع داعش. أعطيك مثلاً، في تونس معظم التيارات السلفية كانت متواطئة مع حكومة الترويكا التي كان يسيرها الإسلاميون في تونس. واليوم هناك إقصاء كبير للعديد لأكثر من 100 من إطار أمني نتيجة تسرب تلك الأحزاب الإسلامية لأجهزة الأمن. طيب، هذا واضح دكتور. أي أن تجربة الربيع العربي في الحقيقة بدأت جيدة وانتهت في واختطفت منذ الأيام الأولى. ولا يمكن القول الفكرة أن واضحة دكتور. الربيع العربي هو نموذج يمكن اتباعه. الفكرة ربما واضحة. لنستمع تعليق ثورة ثقافية قبل الثورة السياسية. ربما نجحنا في ذلك. أستمع لتعليقك وأذهب إلى كمال. أنا أريد كمال أن تفضل. كمال، يعني لما يتكلم الدكتور على أنه داعش يعني ظهرت أثناء الربيع العربي، فهو يعني يبرر بطريقة مباشرة جدا يعني في أن الأنظمة العربية التي لم تسقط هي استفادت من ظهور داعش خلال الربيع العربي. لو لم تظهر داعش خلال الربيع العربي لشهدنا جميع الأنظمة الدكتاتورية يعني سقطت، فهي خدمت مباشرة وجود الأنظمة الدكتاتورية. لنسمع إلى وجهة نظره بالكامل دكتور علي، ونعود لنأخذ تعليقات. الدولة هشة أصبحت داعش قوية. طيب، أكمل كمان بالكلام. يعني فهي خدمت يعني بطريقة مباشرة الأنظمة الدكتاتورية. يعني فداعش يعني لو لم يعني توجد أو لم تظهر في الربيع العربي لكانت يعني هناك يعني موجة إصلاحات سياسية وموجة إصلاح تحولات ديمقراطية كنا نشهدها في الآونة. يعني فداعش يعني هي التي غيرت واستفادت الأنظمة يعني من هذا الكيان يعني في تبرير بقائها في السلطة. يعني والاقتصاد منهار
والأبن مهدد. ما هي الاستفادة؟ هذه يعني الأنظمة التي حكمت بعد الربيع العربي ماذا فعلت؟ في تونس خربت الاقتصاد والأمن. الآن في تونس نسبة النمو 0.5% وكانت قبل الثورة 4.7%. الآن أنظمة الإسلام السياسي تواطأت مع التيارات الإرهابية، وهذه التيارات الإرهابية وجدت طريقها نحو التهريب ونحو العمليات الإرهابية، سواء كانت في تونس أو في ليبيا أو في الشرق الأوسط. ممتاز جدا. لكن يعني لا يوجد يعني ثورات يعني حدثت في العالم كله يعني وتغيرت الأنظمة بسرعة ووجدنا يعني ديمقراطية يعني بسرعة. كل الثورات في العالم العربي أو في العالم يعني أجمع يعني ظهرت، يعني الثورة الفرنسية مثلا يعني الديمقراطية يعني لما يعني تأخرت جدا يعني بسبب يعني الفشل الذي يعني أنتجته هذه الثورات. هذا شيء عادي يعني في السياسة. أسألك سؤالاً بسيطاً، لماذا كان عدد التونسيين كبير في سوريا وعدد السعوديين يقارب 5000 وعدد الأردنيين يقارب 3000؟ هذه استراتيجية. أنا أعطيك إجاباً في تونس فقط. في تونس 80% من أكثر من 5000 تونسي 80% تحقق هذا الرقم في عهد حكومة التيار الإسلامي السياسي من الإخوان، وبالتالي هم مسؤولون عن تقوية داعش. و 80% من الذين التحقوا بساحة القتال ناضلوا في صفوف وقاتلوا في صفوف دعني دكتور علي أستمع لتعليق دكتور لينا. صح، هناك عدد كبير من التونسيين يحاربون مع تنظيم داعش، ولكن هذا الآن نتيجة سياسة نظام بن علي، لأن نظام بن علي أقصى المناطق الريفية في تونس، أقصى الشباب. جاءهم على طبق الإسلامي. عفواً، كما بن علي راح ومشى وانتهى. كيف؟ لا لا لا. من فتح الباب؟ يا سيدتي، الذي فتح الباب لخروج آلاف التونسيين هم الأئمة الذين كانوا في الجوامع والذين ينادون بالجهاد ويحرضون. طيب فكرتك واضحة يا دكتور علي، لنترك المجال للدكتورة لينا للتعبير عن وجهة نظرها. الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي وتهميش الشباب، هناك شباب في تونس بدون شغل. هؤلاء الشباب في هذا الوضع منذ أيام نظام بن علي، فالأنظمة السلطوية دائما تترك إرثا يتطلب يعني شكرا سنين. لك دكتورة لينا، يعني الفكرة واضحة، وإذا أردنا أن نخوض في النقاش بشكل محتدم يعني نحتاج إلى مناظرات عديدة. وصلنا الآن إلى فقرة الختام في محاولة أخيرة طبعا لخول الإقناع الجمهور في 99 ثانية. تفضل يا خولة، إليك المنبر. السلام عليكم. كيف لتنظيم جاء جئناكم بالذبح؟ الدولة لا زالت وباقية أن تنقذ الأنظمة العربية. أنا ضد أطروحة أن داعش لم تنقذ الأنظمة العربية، وذلك لسبب بسيط جداً، لأنها أصلاً لا تعترف بوجود هذه الأنظمة، فهي صعدت على حسب الفشل الذريع لهذه الأنظمة، أي أنه مركب على أزمة داخلية، واطت هذه الأنظمة عرتها وأظهرت عجزها عن حماية الأمن القومي، الاندماج السياسي، فشل المنظومة التعليمية وإلى آخره. فكلنا نعلم أن الإرهاب والتطرف نتيجتين لقمع الحريات وتهميش الشباب. فداعش أتقنت فن اللعبة الطائفية واستغلت الشق ما بين الأنظمة والشعوب، وذلك لتجنيد شريحة مهمة، شريحة غاضبة أو يائسة عن الوضع السياسي، للمقاتلة جنبا إلى جنب ضد الأنظمة، مما كبد هذه الأخيرة خسائر مالية نتج عنها بعد ذلك تهميش الوضع الاقتصادي والاجتماعي بهذه البلدان، وخسائر مالية تمثلت في قتل العديد من الأبرياء والهجرات الكثيرين إلى بلدان الدول الأوروبية، وذلك للبحث عن الاستقاء والأمان. فبالنسبة إلي لا تكمن خطورة داعش على أنه تنظيم اجتاز الحدود وأقام كيان ينافس الأنظمة على السلطة ونهش حياة البلاد، بل أنه أصبح نموذج قابل للاستنساخ والتطبيق في العديد من الدول، مما يهدد استقرارها وأمنها. وشكرا. إذن شكرا لك خولة، شكرا لك. جاء دور كمال أيضا في محاولة أخيرة لإقناعنا بوجهة نظره في 99 ثانية. تفضل كمال.
إنه لمن المؤسف جداً أن نرى حكامنا اليوم يختبئون وراء بطش تنظيم إرهابي من أجل تبرير بقائهم في السلطة. إنه لمن المؤسف جداً أن نرى كل إنجازاتنا وثوراتنا وكل ما تبنيناه من ديمقراطية وحرية ينهار تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. أطروحة داعش أنقذت الأنظمة العربية، أنا معها لأن تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بداعش اليوم كان بمثابة قبلة الحياة للأنظمة الدكتاتورية حينما كانت على وشك الانهيار. نعم، حينما كانت على وشك الانهيار، وهنا أتحدث عن النظام السوري الذي عاث في الأرض فساداً ولطالما كان يكرس للطائفية ويتغذى على ثمارها، بل قالها علناً حينما قال الأسد يعني إما أنا أو أغرق المنطقة في الطائفية، الطائفية التي مهدت لظهور داعش وغيرت مسار الثورة السورية وأطالت بقاء نظام الأسد. الحجة الثانية هو ما يحدث اليوم في تونس، وخاصة بعد الاعتداء الإرهابي الغاشم، حيث استغل النظام هذه الفرصة وقرر تمرير حالة الطوارئ من أجل فرض مزيد من القيود على حرية أبناء الشعب التونسي. يا سادة، لقد قالوا لنا لا تخربوا أوطانكم باسم الحرية، لا تخربوا أوطانكم باسم الديمقراطية، وكأنهم هم دعاة سلام يريدون الخير لشعوبنا. ولو كانوا كذلك فما تفسير تقتيل الشعوب العربية اليوم وفي مقدمتها الشعب السوري الأعزل الذي لطالما أراد الحرية والديمقراطية والعيش الكريم؟ شكرا. شكرا جزيلا لك كمال. إذن وصلنا الآن أعزائي إلى نهاية النقاش، ونمر إلى التصويت على أطروحة المناظرة مرة أخرى. وأذكر بأطروحة اليوم التي تقول داعش أنقذت الأنظمة العربية. للإجابة بنعم الرجاء الضغط على الزر رقم 1، وللإجابة بلا الرجاء الضغط على الزر رقم 2. أدعوكم الآن للبدء بالتصويت، تفضلوا. إذن في انتظار نتائج التصويت أذكركم أنه بإمكانكم المشاركة في مناظرتنا المقبلة والتي تحمل عنوان إسقاط نظام الأسد سيحل أزمة اللاجئين، وذلك من خلال تفاعلكم معنا عبر تويتر أو فيسبوك هاشتاغ DD19@مناظرة. إذن بانتظار النتيجة. إذن يمكنكم المشاركة في مناظرتنا المقبلة التي تحمل عنوان إسقاط نظام الأسد سيحل أزمة اللاجئين من خلال تفاعلكم معنا عبر تويتر وفيسبوك. إذن النتيجة بانتظار النتيجة تظهر. إذن النتيجة 100% ضد الأطروحة. إذن داعش لم تنقذ الأنظمة العربية. إذن هنيئاً للفريق الفائز. على ما يبدو بأنه في لربما خطأ في التصويت، لننتظر قليلاً أو لربما نعيد التصويت، لربما هنالك خلل. إذن لننتظر ريثما يتم إعادة التصويت. على ما يبدو بأن هنالك خلل في التصويت. إذن لنعيد التصويت. على ما يبدو بأن هنالك خللا ما. إذن أدعوكم أعزائي لإعادة التصويت مرة أخرى. للإجابة بنعم الرجاء الضغط على الزر رقم 1، وللإجابة بلا الرجاء الضغط على الزر رقم 2. تفضلوا بالتصويت الآن. إذن لنصوت مرة أخرى، تفضلوا بالتصويت الآن. الضغط على الزر 1 للإجابة بنعم، والضغط على الزر 2 للإجابة بلا. إذن لا يزال التصويت مستمراً. وفي
في انتظار نتيجة التصويت. نذكركم إذن بأنه يمكنكم المشاركة في مناظرتنا المقبلة والتي تحمل عنوان إسقاط نظام الأسد سيحل أزمة اللاجئين، وذلك من خلال تفاعلكم معنا عبر تويتر أو فيسبوك هاشتاغ DD19@مناظرة. إذن بانتظار نتيجة التصويت على ما يبدو بأنه في خلل تقني. إذن على ما يبدو بأن هنالك خلل فني في طريقة التصويت. لننتظر قليلا. إذن نحن بالانتظار ثم يتم إصلاح هذا الخلل التقني الذي حال دون التصويت بطريقة جيدة. إذن لنتابع التصويت ريثما يتم إصلاح هذا الخلل الفني الذي يحول دون ظهور النتيجة على الشاشة. ننتظر النتيجة ريثما تظهر. أدعوكم لمتابعة التصويت. إذن نحن بانتظار ظهور النتيجة على الشاشة والتي سوف تحدد لنا الفريق الفائز في أطروحة هذا العدد التي تقول داعش أنقذت الأنظمة العربية. إذن نحن بالانتظار. إذن تظهر النتيجة على الشاشة والنتيجة تقول 35% من الجمهور يرى بأن داعش أنقذت الأنظمة العربية، بينما يرى 65% بأن داعش لم تنقذ الأنظمة العربية. إذن هنيئاً للفريق الفائز في هذا اليوم، وطبعاً شكراً للشباب الذين شاركونا في هذه الأطروحة. شكراً لك كمال، شكراً لك خولة، وشكراً طبعاً لضيوفنا الكرام الدكتورة لينا الخطيب الباحثة والدكتورة في جامعة لندن، وشكرا لك دكتور علي العلاني الأكاديمي والباحث أيضا، والشكر للجمهور الكريم والمتابعين الكرام أيضا على طيب المتابعة، ونعتذر عن هذا الخلل الفني الذي حصل في التصويت. نعود ونذكركم أعزائي المشاهدين ب المناظرة التي أو عفوا التظاهرة التي سوف تتم وتقام في مدينة إسطنبول في شهر ديسمبر المقبل إن شاء الله. يمكنكم أيضاً المشاركة لحضور هذه التظاهرة. طبعاً بدوري أهنئ كمال وخولة على المشاركة في DDX2. أكرر شكري لكم أعزائي المشاهدين على طيب وحسن المتابعة، ونذكر دائماً بأن الاختلاف لا يفسد للود أي قضية. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.